احترام الجارم بحال هذا. ها؟ ولا بروموتور. اهلا وسهلا، تفضل اخويا، كنا نحوسوا عليك. انا هنا. هذا وين لحقت؟ هذا وين لحقت؟ والله غادي وين جاي من الجزائر. ايوا جاي من الجزائر اخويا، انت راك تبني هنا، اقعد هنا، اقعد هنا بتيرت. الله غالب امورك. لا انا احترام الجار، والجار وصى عليها مبيس. الجار هنا وصى عليها مبيس، انا شكاو للمواطنين، شكاو للمواطنين. بون لابد تراعيوا هذا من الناحيه التقنيه في رخصه البناء ولا في لاكونفورميتي. الشرعيه انا بلديه. ورخصه البناء تمدت البلديه ولا تمدت نيفو الولايه؟ البلديه. رخصه البناء لما تبدل خذيته بعين الاعتبار، الاعتبار المحيط. المحيط اللي بري اون كونسيديراسيون. تيران بروبر تاعو علاش؟ ولا تيران بروبر علاش؟ ربي يبارك له. شريتو التيران؟ لا ديتو في الانفستيسمون، راه التيران تاعو التيران تاع الدوله. ايه ايه، كيما تاعو انت تقول لي تاعو تاع الدوله. انا ما نعطيلوش لا كونفورميتي حتى نشوف ثاني واش يدير للجيران. لازم ندير حوايج مش عارف انا. مش عارف لا فيت. انا بروجي كامل تاع مو. انا طلع لي في الجيران. جوستوم. ان شاء الله بربي. هذا وين راح؟ انت تبيعهم ربي يبارك لك. اون فابوز اكومباني ريغلي لامني دي ريزو، لامني دي لينيرجي الكتريك، الغاز، لا ريسيبسيون تاع لا كولومونتون. حنا لو غاز ناركوردي، لاوبي ناركوردي، درنا كامل توسكي. تري بيان. هزتنا الكتريستي لو بوست ترونسبور رياليزي. تري بيان. هذا ليكيبمون برك اللي نزال. خلاص مليحه مليحه. وخالصين وكل شيء. مليحه. مليحة، 19 مارس إن شاء الله. نكونوا معايا إن شاء الله. إن شاء الله. وماذا بينا؟ إن شاء الله بربي فوزات تتمتع بها. إن شاء الله. الجيران. والجيران الجيران نشوفوا ممكن هما ثاني فون إيكالمون ريابيليتي، اللي يخدم واللي كذا. وهذه هنا باركينغ هنا كوما. باركينغ كوما. باركينغ كوما اللي هما الجيران. أتونسيون، سي با باركينغ، باسكو حنا التيران هذا لو تيران ما يتباعش، تنبيعوا غا الباتي. والله هذا داخلة في لي باركي كومون. داخلة في لي باركي كومون. لاكسي عندك وحدك؟ عندنا لاكسي، عندنا دو زاكسي. دو زاكسي. فوالا دو زاكسي يكون راح يكون ان شاء الله كلوتيري هذا. تري بيان، تري بيان، تري بيان، فات لو. إفادة على السكان ثاني اللي عايشوا هنا وثاني فات لو. فات لو، فات لو، يبقى لنا اسكيليا دي ريكومونداسيون بارتيكوليير. لا لا سيدي. توصيات امور عادية. على بركة الله. على بركة الله. على بركة. لو 19 مارس وتوزيع المفاتيح نديروا سير سيت هنا. وماذا بينا نعرضوك ان شاء الله بربي سيدي الوالد تكون معنا وتسربي معنا. انا دوك نجيب له عرضه. خلاص رزقك رزقك. ما رزق الدولة. لا لا نو، حنا نعطيو لك، حنا نسهلوكم. ربي يبارك لكم. اسيري لا كونفورميتي. فوالا. لا كونفورميتي ونعطيوك الكوميتي تكنيك، نعطيوك كونفيرسيون سيسيون. ودير العقود ريغلومونتير للمستفيدين، مش كيما رحنا دوكا تي الناس عندهم عامين وما ساكنين والعقد ما عندهمش باسكو با دو كونفورميتي. دونك كوم سي ان بلوطمان سي ان فورم دو ال كي دون سور دو فوا اون ماتيير دو ريغ جينيرال دوربانيزم. دونك نو سوم دون لا فيل، سي فري كو بالاك السكان راهم المصويات راهم يشوفوا ولا راهم في العولو، ولكن المخطط تاعو لو بلان دو ماس بريفوا دونك اون امبلونطاسيون دو باتيمون اون ال كي بورد دو فوا دو زوج طرق، وعندها ان اسباس اون كور لو بوان لو بلو بروش على ميتوايونتي اي دو 6 متر. لو بوان لو بلو بروش الى 6 متر دو لا ميتوايونتي دو سي. والمعاينة تاعنا بينت بلي ان هناك يعني هذا تاع السطار ما كانش تخرج على كل حال في الميدان، يعني تخرج من كوميسيون بور فوار سي لا ريالمون ريسبكتي سون. نعم. دونك سي لا با ريسبكتي يلي تولي دو ريسبكتي سون بلان دو ماس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مدينة السكر في ولاية تيرت بالجزائر نتكلم. لا يا سيد الوالي علي بقران تاع تيرت، لا كريم محنون فعش على القوانين تاع الدولة، مدير التعمير قالوا ابني 56 سكن، 5 نتاع ليزيتاج، وبعد على ال
السكان الاولين 6 متر قالوا لا ما بعد 6 متر ونبني 9 تاع الزيطاج كما راك تشوف بنا 9 تاع الزيطاج وقالوا محنون يقول للمدير تعمير راني بعت عليهم 2 متر بزاف عليهم انا بعد عليهم اذا لازم يتحاسب هذا محنون ماسو ها لازم يتحاسب علاش حقرنا حنا السكان حنا الاولين حنا قليل برارك تحت قالوا له طلع 5 ليزيطاج باش ما نطلعهمش على سكانهم لا 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 لا, لا. طلع 9 تاع الزيطاج راه في 5 سنين ما صوت يتفرجوا في ولادنا 5 سنين مش هذه حقره كبيره لازم يخلص هذا محنون هذا 3000 متر ديها باطل من عند الدولة 3000 متر ديها باطل عطاتلو البنك الدراهم كلش باطل عطاولو ضروك يبيع السكنات يستقلهم قي وحده ملاير محسوب هو زايد بقمارته محسوب هو يدي الماير من عند الجزائر واش تدار هو حتى تعطوا له 3000 متر مربع 3000 يا ناس باطل اعطى له الوالي الاول رخصة البناء ماشي البلدية الوالي الاول لا ولاية اعطت له رخصة البناء والمادة 10 قالوا له راعي الجوارين كما راك تقول انت يا والي تيارتي يعني بقرة كما راك انت تقول راعي الجوارين هذاك هو راعى لهم ياه ادفنهم راهم مدفونين هاو باطيمة تاع 9 ونزل الحيطان بزاف كيما هكا ها وهو يدي درهم 19 مارس 19 مارس نتلاقاو ثم في 19 راك تقسم 19 مارس وين تروح وين تهرب وين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.